لماذا؟ لماذا؟ صلاح جاهل يكتب ما يشاء، مصطفى حسين يكتب ما يشاء، ولقد رسم ذات يوم من الايام فيك ورى اخو تسع دجاجات وكتب فوق الصوره محمد جمعه زوج التسعه. يقصد الرسول وامهات المؤمنين، يقصد الرسول وامهات المؤمنين. والله الذي لا اله غيره لو ان هذه الصوره كتبت عن الانبا شنود، عن الانبا شنود، والله لقامت الدنيا وما قعدت، وما قعدت. لو ان صوره مثل هذه الصور كتبت على حفاظ الكنيسه وعلى رواد الكنيسه لاهتز الكرسي هناك في البيت الابيض الذي اسال الله ان يجعله دائما اسود. لكن الاسلام يعتدى على حرماته، ونبي الاسلام يعتدى على حرماته، وبعد ذلك توجه التهم الى المسلمين لانهم خطفوا 30 فتاة نصرانية. الا فحتى اخبر عمامة سوداء في مصر ان استطاعت ان تذكر لنا اسم فتاة واحدة خطفها المسلمون. المسلمون مؤدبون، المسلمون لا يعرفون حق البنات، المسلمون لا يدينون بهذه الاخلاق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا معشر السادة، أبعد أن يعتدى على عقيدة الله؟ أبعد أن يعتدى على ملائكة الله؟ إن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فالنوم موت اصغر والموت نوم اكبر. النوم موت اصغر والموت نوم اكبر. ماذا تقول ايها الفاجر اذا خرجت من قبرك يوم القيامة تقول: من بعثنا من مرقدنا؟ فيقول لك المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ماذا تقول ايها الفاجر اذا وقفت على حافة الجحيم مع قرنائك ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيرد عليهم مولانا قائلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ماذا تقول؟ ماذا تقول ايها الغافر عندما تلقى مع زبانيتك في نار جهنم
فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ماذا تقول أيها الفاجر إذا ناديت على خزنة النار وقلتم لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب؟ فتقول لكم خزنة النار أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ فتقولون بلى. فتقول لكم خزنة النار تدعو، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ماذا تقول أيها الفاجر إذا قلت لمالك خازن النار يا مالك ليقضى علينا ربك؟ أهل النار ينادون على مالك رئيس الخزنة ويقولون له ليقضى علينا ربك. قال المفسرون فلا يرد مالك إلا بعد 1000 سنة فيقول لهم إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فيتوجه الفجار إلى الجبار جل جلاله، لقد يئسوا من الأقوياء ويئسوا من الخزنة ويئسوا من مالك رئيس الخزنة، فيتوجهون إلى الجبار جل في علاه ويقولون له ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا يقول لهم الجبار جل جلاله؟ يقول لهم اخسروا فيها ولا تكلموني. معشر السادة، يقول لهم اخسروا فيها ولا تكلموني، اخسأوا فيها، امكثوا فيها صاغرين أذلاء داخرين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها السادة الأعزاء، ما حكم من استهزأ بالله وملائكة الله ورسل الله؟ الحكم يصدر بعد جلسة الاستراحة، وأعوذ بحضراتكم من هنالك من عند الملائكة الكرام إلى هناك إلى جريدة الأهرام إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.